السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم على خير، اموركم هانيه. نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو جديد من ماغازان كونفور اند اليغونس، وهذا لا فيديو غيكون تتمه ديال الفيديو ديال لي ساك اللي درنا البارح. كيف شفتوا ما قدرناش نكملوا لا فيديو كامل، وباش ما يجيكمش حتى طويل، البارح دوزنا لي موديل اللي هما ناقصين في الثمن بزاف، واليوم عندنا دي موديل اخرين حتى هما بيان سور فيهم ثمن زوين وكاليتي توب وديزاينات اللي هما اخر ما كاين في لا كوليكسيون. المهم البنات خليكم معايا اكيد وكملوا لا فيديو حتى الاخر. الفيديو ديال اليوم فيه بزاف ما يتشاف، اكيد غادي يعجبكم وغتعجبكم لا كاليتي ديال السلعه وغيعجبكم الثمن حتى هو. دائما كنقول لكم السلعه اللي كنجيب لكم كاليتي توب واقل ثمن ممكن. نتوكلوا على الله ونبداو باول موديل، خليكم معايا. نبدا معكم بهذا الديزاين، هاد ديزاين اللي ما شاء الله لقى اقبال كبير بحكم ان هاد الموديل راه خارج لا توندونس. بوشيت من ثلاث قطع كيف كتشوفوا، كتجي فيها هاد لابارتي هاد هكا، هاد القطعه صغيره في الحجم شويه، والقطعه اللي وراها زايده عليها، وكيجي فيها بزيتيم هكا. وبيان سور ممكن انكم تستغنوا على اي قطعه بغيتو. شوف فيها هادو باش تقدروا انكم تانيليو القطعه اللي بغيتو تنقصو. والبوندوليير كيف كتشوفو هكا بتيسي في نفس اللون ديال الساك. هاد الموديل البنات فيه ثمن زوين بزاف بزاف، كيبقى 150 درهم، واكيد نوريكم الالوان اللي فيه. من غير الكراميل كاين فيها البنات حتى البيج كلير، وكاين فيه حتى لا كولور نوار و بلو. هذا لا كولور بلو، هاد البلو البنات زوين بزاف، يعني من لي كولور اللي هما دارجين على الموضه هاد لا سيزون. ساك اكثر من رائع وفيه ثمن زوين، وفيه من غير هاد ثلاثه الالوان كاين فيه حتى نوار. شوفوا معايا البنات لا كولور نوار، هاد الموديل الثمن ديالو 150 درهم. بوشيت زوينه بزاف، كاليتي توب توب طوب. وندوز لديزاين اخر، ندوز معكم البنات لتاني ديزاين في الكوليكسيون ديال لي ساك اللي غنوريكم اليوم. شوفوا معايا الموديل اكثر من رائع، لا تيكستور ديالو كتجي هكا كروكو سيمي ليكوير، هنا كتجي مات. وبالنسبه للبوندولير ديالو كيف كتشوفوا هكا راس نيسلا، وفيها لا بارتي اللي كتجي على الكتف بالسيمي ليكوير. نحلو هكا باش ناخذوا فكره على الساك من الداخل. ها نتوما فيه هنا سنيسلا وفي دو بوش، ساك زوين بزاف وراقي وفي لوينات زوينين. هذا الثمن ديالو غيبقى لكم 200 درهم، ومن غير البوردو كاين فيه لوينات اخرين، كاين فيه نوار وكاين فيه البو لا كولور موتارد، وكاين فيه هذا هو المارون في ربعة الالوان. وكيف قلت لكم الثمن كيبقى 200 درهم، عوض 250 درهم. وندوزو الموديل اخر، ندوز معكم البنات لهذا الديزاين. هذا بقى عندنا فيه جوج بياسات، ديزاين اكثر من رائع، في لا كولور فيغ وفي لا كولور موتارد. نعطيكم تفاصيل على البوشيت، شي حاجه طوب هذه البنات، راقيه بزاف في الهزه وكتجي انيقه. كيجي فيها هاد الديزاين هكا، شوف كتجي على هذا الشكل، ومن غير لا كولور فيغ فيها كيف قلت لكم لا كولور موتارد. هانتوما البنات هذا هو اللون الموتارد، حتى هو كيجينا راقي راقي او انيق. انا راه من عشاق القهوه، اليوم الصباح باغي ناخذ قهوه، وكنت في رمضان قريب كنقول ما عرفتش كي غندير في رمضان. صافي غنبدا ندخل ونخرج في الهضره في رمضان. هانتوما البنات هاد التفاصيل كيف قلت لكم ديال الساك، شي حاجه توب دي توب، والثمن 200 درهم. وندوزو لديزاين اخر، ندوز معكم البنات لديزاين اخر اللي هو هذا، شي حاجه توب. دائما لا مارك دافيد جونز كتعطينا شي حاجه واو دي واو، كوليكسيون زوينه بزاف راقيه، وديما الرقي عندهم لا سامبليسيتي، كتلقاي شي حاجه سامبل وان ميم طون مين كتهزيها كتعطيك واحد اللمسه، اللبسه ديالك الجلابه ديالك، يعني كتبان انك لابسه شي حاجه دو كاليتي.
هاد الموديل البنات راه بقى متوفر عندنا فيه جوج ديال البياسات، بياسه في البلو شوفوا معايا، فيه بوش هنا وفيه بوش هنا، وكاين عندنا بوش هنا بالسنسله، وهنا عندنا سنيسله في الخلف، الساك لا فورم ديالو من الاسفل شوفوا معايا، ديزاين زوين. وكيف قلت لكم بقى متوفر فيه جوج الالوان، كاين البلو وكاين فيه لا كولور توبي. وبالنسبه للثمن البنات هذه غتبقى هاد الساك غيبقى لكم 230 عوض 270، 4600. وندوزو الموديل اخر، ندوز معكم البنات لهاد الديزاين. بقات عندنا فيه بياسه وحده، هاد البوشيط راه لا فورم ديالها كبيره شويه، راه ما تهزي فيها، وديزاين ديالها زوين. كتجي فيها هاد لابارتي اون كروكو، كتجي هاد لابارتي اون مات، وهاد لابارتي اون كروكو، والبوندوليير كيف كتشوفوا عريضه، وكتزاد وتنقص اكيد. هادي غتبقى لكم 230 230 درهم، بقات فيها قطعه وحده ولون واحد. ندوز معكم البنات لهاد الموديل اكثر من رائع، شوفوا لي لا كولور سيلفر كيفاش كيجي انيق، وفيها التفاصيل هكا، هاد لي كلو الساك هانتوما الحله ديالو، بلاتي نحلو ليكم هانتوما، وفي هنا بوش لداخل، وكتجي فيه سنسله هنا في الخلف، يعني بوش بالسنسله. وبالنسبه للبوندوليير كيف كتشوفوا سنسله، وفيها هاد لابارتي على الكتف بالسيميلي كوير. هاد الموديل راه متوفر في عده الوان، خليكم معايا نوريهم ليكم. بالاضافه الى لا كولور سيلفر متوفر عندنا في اللون الاسود، ومتوفر في اللون البيج، ومتوفر في اللون الاخضر. هاد الفير ما شاء الله راه خارج هاد لا سيزون، يعني كتشوفوا انا متوفر عندنا في المغازان مجموعه ديال لي ساك بزاف ديال لي فيغ، بزاف ديال الخضر. راكم عارفين دابا كل لون لا فامي ديالو ما شاء الله ولات كبيره. ندوز معكم اخر لون اللي هو الابيض، والثمن البنات هذا الموديل غيبقى لكم 220 درهم. وندوزو لديزاين اخر، ندوز معكم البنات لديزاين اخر، ديزاين اللي هو اكثر من رائع، اللي كيجي شيك، يعني حتى تقدري تهزي حتى سواغي تاع هكا عشيوة هكا برا الدار، مهم اي حاجه هكا شي حاجه اللي هي اينيك غينفعك ليها هاد الساك. ومتوفر في جوج ديال الالوان، ومتوفر فيه جوج قطع فقط. هذا الثمن كيبقى 200 درهم، كيجي هكا بالسيربون غادي في الميلونج بالارجونتي الكري، كيجي هكا كيتماوج. وهانتوما الخلف ديال الساك، وبالنسبه للحله ديالو شوفوا معايا هنا في دو بوش، ومن غير هاد اللون كاين لون اخر، هذاك اللون اللي وريتكم غالب عليه لا كولور غري، وهذا اللون غالب عليه الماغون. شوف ساك راقي جدا وثمن زوين، غيبقى لكم 200 درهم. وندوزو الموديل اخر، ندوز معكم البنات لهذا الديزاين اللي بقى متوفر عندنا فيه قطعه وحده. هذا الديزاين زوين بزاف بزاف، وكيف كتشوفوا بقات فيه بياسه وحده في البوردو. الحله ديال الساك دائما شوفوا معايا التفاصيل ديال لي مارك الراقيه اللي كنجيبو ليكم، شوفوا معايا هذه البوندولير راه كتزاد وكتنقص، وهذا الثمن ديالو كيبقى 200 درهم، لا فورم ديالو صغيره ماشي كبيره. وندوزو الموديل اخر، ندوز معكم البنات لهاد الديزاين اللي كيجي سبور، البوندولير ديالو بقات عندنا فيه قطعه وحده في الموطارد، كيجي فيه هنا سنيسله في القدام ديال الساك، قلت لكم ديجا الديزاين ديالو سبور، وفيه سنيسله هنا وفيه سنيسله هنا، يعني فيه دي بوش صغار وفيه بوش كبير. هذا البنات بقات فيه بياسه وحده، شي حاجه توب في لاكاليتي اكيد، لا مارك دافيد جونز الغنيه عن التعريف، والثمن غيبقى لكم 200 درهم. وندوز الموديل اخر، ندوز معكم البنات لديزاين اخر، شوفوا لي هاد البوشيط الاكثر من رائعه، كيجي الديزاين ديالها نيبيك، شو التكستور ديالها نيبيك، وكيبان في الديزاين كو لا كاليتي ديالها نيبيك، كيجي بحال اللدان غير هو كيتمسح بحال كيف كنقولوا حنا جلد مات، سي بون كيعطي واحد الشوفه زوينه بالنسبه للارتيكل. وهي ميلونج ميلونجينو حتى مع سيمي كوير مات فهاد لابارتي هادي، وفهاد البزيمات، وفتا في القبطه ديال اليد، وفي البوندولير الطويله اكيد. شو شي كتجي هاد لابارتي هكا نيوي، كتجي عاطي واحد لو شارم بحال هاد البوشيط، لا فورم ديالها روافيه،
ومتوفر فيها من غير نوار لا كولور موتارد، وكاين فيها حتى لا كولور بلو. هانتوما البنات هذا هو البلو. وبالنسبه للتفاصيل نعطيكم اكيد تفاصيل اكثر على الساك. هانتوما البنات الساك ها وحليتو ليكم، كيجي فيه هنا بوش صغير وكتجي فيه هنا بارتي بالسنسله، وكاينه فيه السنسله صغيره هنايا، وهكا الصدى او الحله ديالو. وكيف قلت لكم راه متوفر فيه حتى البوندوليير طويله، هذه هي البلاصه ديالها. والثمن ثمن زوين بزاف، كيف قلت لكم غيبقى لكم 230 درهم، ماشي مشكله ونحسبوا لكم غير 220 درهم. يلا نزيدو نقصوا لكم واحد 10 دراهم، ونشجعكم اكيد انكم تقداو كاليتي زوينه باش هكا نتوما تستافدوا دائما انكم تلبسوا شي حاجه زوينه وشي حاجه اللي تصبر لكم. دائما كنقول على مغلبناش نجيبوا لكم شي حاجه ناقصه في الثمن، بالعكس حنا اللي غنربحوا اكثر، من غناخذوا شي حاجه رخيصه غنربحوا فيها اكثر وغنبيعوا فيها اكثر، وغتقطع لكم دغيا وغترجعوا تاخذوا عاوتاني. يعني ديما الكاليتي كتكون الربح الكليان، والموفيز كاليتي كتكون الربح للتاجر. ندوزوا الموديلات اخرين، ندوز معكم البنات لهاد ديزاين اون نوار. هذا ديزاين زوين بزاف، بقى متوفر عندنا فيه جوج ديال القطع، وحده في النوار كيف كتشوفوا كيجي البوندولير ديالو هكا سنيسله، ولا بارتي ديال الكتف بسيميلي كوير. شو الحله ديال الساك هكا كتجي فيها هاد لا بارتي هكا فيرني، وفي بوش كبير بالسنسله، من كتحلو كتلقاو دو بوش لداخل. هذا الثمن ديالو نورمالمون 280 درهم، غيبقى لكم 240 درهم 240 درهم. بالنسبه لا كولور بلو، شوفوا دابا من جيت نصور لكم، شوف تقاس للدراري جو بونس بالحديده ولا شي حاجه، فيه هنا واحد الخبشه، ماشي مشكل. هذا اللي بغاتو كيبقى 200 درهم، هيا ناقصه فيه 80 درهم. او اش غنقول لكم، بياسه زوينه بزاف بزاف. غالي ما بغاتش، غالي ما بغاتش تقدا. ندوز معكم لديزاينات اخرين اكيد حتى هما زوينين. ندوز معكم ديزاين اخر اللي حتى هو غادي يبقى لكم ثمن زوين بزاف بزاف، واللي هو ساك زوين وبزاف. هاد الموديل اكثر من رائع اللي كيجي فيه هاد لي دودان. شوفوا معايا التفاصيل، ياك لي دودان هادو. هنا دي دودان مقادين، وهنا دي دودان مايلين. هانتوما البنات فيه هنا حله بالسنسله، وفيه هنا كيجي مات، وهنا كيجي هاد ديزاين هكا جاكار. هذا البنات نورمالمون 260 درهم، غيبقى لكم غير 200 درهم. متوفر في ثلاثه الالوان، شوفوا لا فورم ديال الساك كتجي اوفال، قلت لكم اوفال صافي، قلت لكم صافي ما شربش القهوه ما ديوش عليا. لا فورم ديالو ريكتانغولير ومستطيله، وفيه ثلاثه ديال الالوان، فيه نوار وفيه البلو وفيه لا كولور بوردو. شوفوا معايا هذه لا كولور بوردو، شوفوا معايا اللون الراقي اكيد دائما. شوفوا شوف هذا اللون، واو انا بعدا ما كيخليش لي العقل. واكيد ندوزو لديزاينات اخرين. شوفوا معايا البنات بالنسبه لهاد لارتيكل، بقات عندنا فيها قطعه وحده فهاد لا كولور جي بحال البناني، لون زوين. نورمالمون كتشوفوا هنا 280، هذه تبقى لكم برومو 200 درهم اللي بغات هاد لارتيكل الرائعه. وندوزو الموديل اخر، ندوز معكم البنات لهاد الموديل اللي كتجي لا فورم ديالو اوفال هكا، ولا كول لا كولور روج ديزاين كروكو. هذا بقى عندنا فيه بياسه وحده، والثمن كيبقى لكم 200 درهم. وندوزو لديزاين اخر، ندوز معكم البنات لهاد الساك الاكثر من رائع. ساك زوين بزاف، لا فورم ديالو كتجي هكا كاري، وكيجي فيه ميلونج ديال لي كولور بواحد شغنقول لكم يعني بطريقه هندسيه. شوفوا معايا هذا فيه البلو، فيه الفير، فيه البلون، فيه النوار، وكاين عندنا لوينات اخرين خليكم معايا نوريهم لكم. ندوز معكم البنات لون اخر في هذا الموديل، شوفوا لي هاد لا كولور اللي كتجي فيها ميلونج بين لي غري لي كولور. شوفوا معايا لا فامي ديال الغري، شوفوا شحال فيها من اللون، وماشي كاع الالوان كاين في هذا الساك اكيد راكم عارفين. شوفوا انتم هاد الغري لتحت الغري
هنايا الكري هناك، وكل واحد كتلقاوه بعيد على الكري الاخر. شوفوا معايا داخل النوار وداخل البلون، صاك زوين بزاف. وكيف قلت لكم الميلونج لي كولور بطريقه هندسيه راقيه، لا فورم ديال الساك كاري، واكيد راه فيه البوندوليير الطويله. ومن غير هذا اللون راه كاين جوج لوان اخرين، خليكم معايا نوريهم لكم. شوفوا لي عاوتاني هذا الميلونج ديال لي كولور، هنا عندنا داخل الفيغ لورونج نوار الكري البلون، شي حاجه توب. هاد الساك البنات يعني كيف كنقول لكم دائما، من كتكون شي قطعه مميزه يكفي انك غير تهزيه راه غيعطيك واحد الشارم للبسه كامله. واخا تكوني لابسه سامبل غير بياسه بحال هكا لا كانت انيقه وزوينه، كتعطي اللبسه كامله الرقي. اكيد الثمن ديال هاد الساك يبقى لكم 270 درهم. وندوز معكم لون اخر، ندوز معكم الاخر لون في هاد الموديل اللي هو هذا، جاي داخل فيه الجون موطارد والمارون، حتى هو انيق اكيد، واكيد غادي يجيكم مع بزاف ديال الحويجات. ديجا هاد لو جون راه خارج لا توندونس هاد لا سيزون، وكيف عارفين يعني هاد الالوان الترابيه راه كتجي راقيه وزوينه في اللبسه. والثمن كنعاود ناكد 270 درهم. وندوزو الموديل اخر، ندوز لكم ديزاين اخر اللي فيه برومو، فيه ثمن زوين بيان سيغ. شوفوا لي هاد الساك اكثر من رائع، فلا كولور مارون ديزاين كروكو، وكنعاود ناكد كو راه فيه البوندولير طويله. هذا غيبقى لكم 250، ومتوفر ما شاء الله في 6 ديال الالوان، كاين هذا المارون وكاين الكراميل وكاين لا كولور بوردو وكاين عندنا فيه الكري المارون نيغر والبلو. هذا في المارون نيغر، شو هذا المارون فونسي، هذاك المارون اللي وريتكم الاول مارون شوكولا، وكاين البلو. والثمن كيف قلت لكم غير 250 درهم. هاد الساك البنات داز ب 300 درهم، كيبقى لكم غير 250 درهم، كاليتي واو. بالنسبه لهاد الساك البنات اللي دوزت لكم راه متوفر فيه حتى النوار، شوفوا معايا راه نسينا ما حليناش، فيه حتى النوار، كان تبع شي واحد وما حاولش حطينا فيه النوار. انا نوريه لكم باش تاخذوا فكره. ها انتم هذا هو النوار، راه باقي مجموع. شوفوا الساك راه كيجي مجموع، حنا كنعمروه باش كياخذ لكم لا فورم ديالو. وندوزو الموديل اخر، ندوز معكم البنات، ندوز معكم البنات لهاد الديزاين اللي بقات فيه قطعه وحده. هذا كيبقى 280 درهم، في هاد لا كولور كاراميل. وندوزو الموديلات اخرين، ندوز معكم البنات لهاد الديزاين اللي توا بقات فيه بياسه وحده في لا كولور فيغ. هذا غيبقى لكم غير 270 درهم، ديزاين زوين بزاف البنات، راه معنا فيهم 300 درهم. وندوزو الموديلات اخرين، ندوز معكم البنات لهذا الموديل اللي بقى عندنا فيه ثلاثه القطع، باش نبعد شويه الكاميرا باش يبان لكم. شوفوا معايا في لا كولور غري، وكاين فيها البنات هاد لا كولور اللي كتجي غوز مرتديلا. شوفوا معايا الديزاين راقي جدا، ساك زوين بزاف. وفي لون اخر اللي هو معرفتش شنو اللي وريتكم قبيله، واش الفيغ ولا الكري، صافي مشيت فيها. ها انتم هذا الفيغ وهذا الكري، والثمن غيبقى لكم غير 270 درهم. وندوزو الموديل اخر، ندوز معكم ديزاين اخر. شوفوا لي البنات هذا الموديل اكثر من رائع، لا فورم ديالو زوينه بزاف، ساك يعني راه ما تهزي فيه، اليد ديالو كتجي هكا على الكتف، وفي البوندوليير طويله، فيها الديزاين هكا شوشيات وفي لوينات زوينين. هذا البنات غيبقى لكم غير 270 درهم، وفيه خمسه ديال الالوان، كاين الكري كاين الفيغ وكاين البوردو كاين الكراميل وكاين النوار. ها انتم البنات هذا الكراميل، وكاين كيف قلت لكم حتى النوار، هذا في النوار. ندوزو الموديل اخر، خليكم معنا، ندوز معكم البنات لهاد الديزاين اللي تاهو في البرومو 270 درهم. هاد الموديل قعدنا فيه جوج قطع، ديزاين زوين، شوفوا معايا هنايا كيجي بهاد الديزاين، لا فورم ديالو زوينه، وأراه ما تهزي فيه بيان سيغ، راه كتلقاي فيه هنا 3 بوش. شوفوا معايا بوش بالسنسله ودي بوش هكا في الجلد محلولين، ومن غير هاد لا كولور راه فيه لا كولور
كراميل. شوفوا ليا لا كولور كراميل، وكيف قلت لكم الثمن غير 270 درهم. وندوزو لديزاين اخر. ندوز معكم البنات لهذا الديزاين اللي متوفر فيه 4 ديال القطع. عندنا هاد لا كولور بوردو، هذا ديزاين حتى هو زوين. نورمالمون شوفوا 320 درهم، مي غيبقى لكم غير 270 درهم. هنا كتلقاو فيه 3 بوش، شوفوا معايا 3 بوش بالسلسله، 2 بوش هكا في الجنب وبوش هنايا من غير لا كولور بوردو. راه متوفر حتى في لا كولور فيغ، وكاين فيه لا كولور نوار، وكاين فيه لا كولور كراميل، هذا في النوار، وكاين هذا في الكراميل. اكيد شوفوا ليا التفاصيل ديال الساك، شي حاجه راقيه ورائعه اكيد. ندوزو الموديلات اخرين ومرحبا بالجميع. ندوز معكم البنات لهذا الديزاين، هذا غيبقى لكم 220 درهم، في لا كولور كراميل وفي لا كولور بوردو، وكاين في لا كولور فير، وكاين في لا كولور نوار. خليكم معايا نوريها لكم. ندوز معكم البنات لا كولور نوار، كيف قلت لكم واكيد نعطيكم التفاصيل ديال الساك. شوفوا لي هنا فيه سنسله والداخل راه ما تهزي فيه بيان سور، كتجي فيه طرطقه هنايا وسنيسله هنا. وكيف قلت لكم دائما مع لا مارك دافيد جونز واللوقي ديال لا مارك دافيد جونز، والثمن غيبقى لكم غير 220 درهم. وندوزو الموديلات اخرى. امي الله يحفظك. شوفوا معايا البنات غندوز معكم لهذا الديزاين، كيف قلت لكم اليوم غندير لكم تتمه ديال التور باش تعرفوا كاع لي ساك لي ديسپونبل في المغازه، واللي بيان سور ممكن اننا نزيدو نقص لكم فيه اكيد. راه حنا غادي نديرو معكم السؤال. هذا الموديل البنات بقى عندي فيه 4 ديال القطع، الثمن غيبقى لكم 220 درهم. في هذا الباج بلو جون، وكاين فيه نوار اوني، وكاين فيه الباج بالكراميل، وكاين فيه هذا الميلونج اللي كيجي نوار بالبلون. نعطيكم تفاصيل اكثر على الساك، شوفوا معايا هكا الحله ديالو، كتجي فيه هنا سنيسله وهنا فيه سنسله في الخلف. وبالنسبه للساك كتجي فيه هاد لابارتي هنا بالسنسله قصيره وبالسيميلي كوير اكيد. هنايا فيه على حسب الزياده والنقصان كيف كتبغيو يعني تلبسوا الساك، كاين اللي كيبغي يديروا على الكتاف، كاين اللي كيبغي يديروا هكا جانب، المهم كل واحد كيفاش كيفضل. داكشي علاش البوندوليير ديما كتلقاو فيها ان ممكن تزيدوا وتنقصوا. وندوزو الموديل اخر. بالنسبه لهاد الساك البنات بقات عندي فيه بياسه وحده في الباج، غيبقى لكم 220 درهم. ندوز معكم البنات لهاد الديزاين، هذا الثمن ديالو 230 درهم. راه كيكون فيه دو بوندوليير، هاد العريضه والرقيقه، هادي شتو كتجي هكا قصيره، وكتكون في بوندوليه اخرى انا نوريها لكم، خليكم معايا. ها نتوما البنات شوفوا معايا البوندوليه اللي قلت لكم، شو هذه كتجي طويله وهذه كتجي قصيره. نعطيكم تفاصيل اكثر على الساك، ها نتوما كتجي في هاد لابارتي بالسنسله، ساك زوين بزاف، الثمن كيبقى 220. دوزو الموديلات اخرين، قلت لكم دوزو الموديلات اخرين، بغيت نقول لكم دوزو اللوان الاخرين. ها نتوما البنات هذا لو رونج، وهذا نوار بالبلون، وهذا نوار اوني. كيف قلت لكم الثمن كيبقاو 220 درهم. وندوزو الموديل اخر. ندوز معكم البنات لهذا الموديل، كتجي لا فورم ديالو كاري، هذا حتى هو كيبقى 230 درهم. انا ركبت لكم البوندوليير الطويله باش تشوفوا كيفاش كتجي، وفيه حتى القبطات اليد. بالنسبه لا كولور من غير الكراميل عندنا لوينات اخرين، خليكم معايا نوريهم ليكم. كاين عندنا فيه لا كولور روج فونسي دم الغزال، وكاين عندنا فيه لا كولور جون، وكاين عندنا فيه الروز، فيه 4 ديال الالوان. ساك زوين بزاف، وبيان سور عطيتكم ثمن زوين، يعني غير اللي ما بغاش يتقدى ويتهلا في راسو. وندوزو الموديلات اخرين. ندوز معكم البنات لهذا الديزاين، هذا بقى عندنا فيه جوج ديال القطع، هذه كتجي بالباج والفير، البوندوليير ديالها هكا بهذا الفير. قلت لكم الفير خارج لا طوندونس هاد لا سيزون، من كتحل الساك ها نتوما كتلقاو ديجا بوش كبير بالسنسله، ومن غير هاد لا كولور كاين فيه نوار بالبلون، ها نتوما نوار بالبلون. وبالنسبه للثمن البنات هذا غيبقى لكم 230 درهم. ندوز معكم البنات لهذا الديزاين الاكثر من رائع اللي بقى متوفر عندنا فيه 3
بياس، ثلاث قطع. هذه في الفيغ رويال، هذا نورمالمون الثمن الاخر ديالو 250، مي اليوم غنخليه لكم غير 230. شوفوا معايا هانتوما السنسله، البوندوليا كتجي هكا بالسنسله والسيميلي كوير، ديزاين اكثر من راقي ورائع. من غير هاد لا كولور باقي مخوفات فيه جوج ديال اللوان اخرين، عندنا النوار وعندنا لا كولور جون. هانتوما لا كولور جون، الثمن كيف قلت لكم غيبقى لكم 230 درهم. وندوزو الموديلات من معكم البنات، وندوزو لهاد ديزاين. هذا ديزاين توب، شوفوا معايا القبطة دليد عاد البوندوليير، ساك زوين، ديزاين جديد. دائما كيف كنقول لكم شي حاجة ديال لاماك دافيد جونز كتكون راقية. هانتوما بالنسبة للحلة، بالنسبة لهنا عندكم بوش كبير راه ما تهزو فيه. هذا كيبقى الثمن ديالو 250 درهم، من غير البيج متوفر في لوان اخرين، انا نوريهم ليكم. كاين فيها البنات لا كولور نوار، وكاين فيه لا كولور اورانج. شو لا كولور اورانج، وكاين فيه حتى لا كولور فيغ. لا كولور فيغ هانتوما البنات الساك، وبيان سيغ القبطة ديال اليد العجيبة. شوفوا يا الساك، شوفوا 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 شي حاجة واو. هنا الساك من الخلف، ونوريكم بيان سيغ الساك تا من القدام ديالو باش تاخدو فكرة أكبر. والثمن كيف قلت لكم 250 درهم. وندوزو الموديلات أخرى، ندوز معكم البنات لهذا الساك اللي متوفر في الكراميل بالبيج، تا هو دافيد جونز. نعم على الله، شوفوا ليا الحلة ديال الساك كتجي بحال هكا، وفيه هنا بوش بالسنسلة، وهنا بوش بلاش، وهنا بوش بالسنسلة في الخلف. البوندولير ديالو كتجي عريضة شوية، وفيها بيان سيغ زيادة ونقصان. ومن غير هاد لاكولوغ عندنا لاكولوغ نواغ، تا هي ميلونج بالبيج، وعندنا لاكولوغ أورانج تا هي ميلونج بالبيج، وعندنا لاكولوغ جون تا هي ميلونج بالبيج. وبالنسبة للثمن هاد الساك غيبقى لكم 240 درهم. وندوزو لديزاين اخر، ندوز معكم لهاد الديزاين البنات. هذا شي حاجة طوب، سيرتو هاد لا كولور نادرة، هاد لا كولور بزاف الناس كيبغيوها وما كتكونش بزاف، راها متوفرة في هاد الموديل. كيف كتشوفو في بوش بالسنسلة وبوش هكا، وعاد كتجي في هاد اللسان بالسدة والسنسلة لداخل. هاد الديزاين غيبقى لكم 240 درهم. البوندولير ديالو كيف كتشوفو هانتوما، فيه هاد لاباغتي بالسيميلي كوير والسنسلة، ومن غير هاد لاكولور لكن عندنا فيه الكراميل، وكاين فيه نوار، وكاين فيه البيج، وكاين فيه البنات لاكولور غوج. هانتوما هذا في الغوج، هادو هما اللوانين متوفرين في هاد الديزاين. وندوزو الموديلات اخرين، ندوز معكم البنات لهذا الموديل اللي ما شاء الله لقى اقبال كبير. هذا بقى عندي فيه ثلاث قطع. هاد الساك لا فورم ديالو زوينه بزاف، كيجيو فيها هكا دو بوش بالسنسله، هاد الشوشيات. هذا كيف قلت لكم بقى عندنا فيه ثلاث قطع، والثمن غيبقى لكم 200 درهم. البوندوريه ديالو كتجي هكا سنسله بالسيميلي كوير على الكتف، من غير لا كولور بلو. عندنا فيه الموطارد كلير، الموطارد قلت لكم الموطارد كلير، الكراميل كلير والكراميل فونسي. هانتوما انا نصورهم لكم مع بعضياتهم باش تعرفوا الفرق. هذا غيبقى لكم 200 درهم. وندوزو الموديلات اخرين، ندوز معكم البنات لهذا الديزاين الاكثر من رائع. شوفوا لي لا كولور بلو الرقي، اكيد ديزاين زوين. بوشيت لا فورم ديالها وافيه، كتجي في هاد لابارتي بالكروكو، وهاد لابارتي مات. الحله ديال الساك شوفوا ليا بلا شي، قولوا لي اكتشفي بعدا انت وقولي لينا. هانتوما فيه طرطقه البنات، وهنا بوش بالسنسله، شو بوش كبير بالسنسله. هاد الساك غيبقى لكم 200 درهم، ومن غير هاد لاكولور بلو راه متوفر فيه الموطارد، ومتوفر فيه النوار، ومتوفر فيه الغوج، في أربعة ديال الالوان. وكيف قلت لكم الثمن 200 درهم. وندوزو لديزاينات اخرين،
ندوز معكم البنات لديزاين اخر. شوفوا لي هاد الديزاين، ديزاين زوين بزاف وما شاء الله لقى اقبال. قعدنا في جوج القطع، هذه في الكراميل وبياسة اخرى في البلو. بالنسبه لهاد الساك البنات راه فيه حتى هو البوندولير الطويله، هانتوما فين كتجي هاد القبطه، كيكونوا فيها جوج، وحده البوندولير قصيره وحده البوندولير الطويله. هذا غيبقى لكم 230 درهم. وندوزو الموديلات اخرين. ندوز معكم البنات لهذا الموديل اكثر من رائع، بوشيت لافوم ديال زوينه بزاف. هانتوما الحله ديالها كتجي فيها نسنيسله، واكيد راه فيها البوندولير الطويله. كتجي هاد لابارتي بالكروكو وهنا بالمات من غير لا كولور بلونش، راه فيه بزاف الالوان. عندنا لا كولور نوار وعندنا لا كولور جون موطارد. شوفوا معايا البوندولير، شفتوا كتجي بنفس الديزاين ديال الساك هكا بالكروكو. وعندنا فيه لا كولور بلو، هاد البلو اللي هو لا طوندونس هاد لا سيزون. وعندنا لا كولور روج و البيج. بالنسبه للثمن 200 درهم. وندوزو لديزاين اخر. ندوز معكم البنات لهذا الموديل، حتى هو ما شاء الله ديزاين زوين، ما بقاش عندنا فيه بزاف، بقى عندنا فيه شي 4 البياسات. شوفوا لي البوندولير ديالو، كتجي بالسنسله والسيميلي كوير. الساك لا بوشيت لا فورم فيه شويه، كنحاول نعطيكم التفاصيل اش كنقول لكم فيه شويه، لا فورم صغيره باش تكون عندكم فكره اكثر على الموديل ولا واش كيهز بزاف ولا لا. من غير لا كولور نوار عندنا فيه هاد لا كولور، شوفوا معايا واعره بزاف، كتجي بال بحال نقدر نقول لكم بريك. شو وكاين فيها لوينات اخرين اللي هما لا كولور بلونش، وكاين عندنا فيه الفير كانار. شوفوا لي البنات الفير كانار. ندوزو لديزاين اخر دائما مع الكوليكسيون الزوينه والجديده ديال لا مارك دافيد جونز. شوفوا لي هاد الساك شي حاجه طوب بيان سور. شوفوا شوفوا باش ندور لكم الساك قصت الكاميرا، راه قلت لكم البارح الله يسمح لي منكم ضروري خصني ندير لكم لي بيسيز. هاد الساك البنات غيبقى لكم 280 عوض 300 درهم، ومن غير لا كولور نوار عندنا فيه لا كولور كراميل، وعندنا فيه لا كولور فير، وعندنا فيه البوردو. شوفوا في 4 الالوان. نحاول نعطيكم تفاصيل كسر على الساك. هانتوما البنات الحله ديال الساك من هنا، كيجي فيه بوش كبير بالسنسله، واكيد راه فيه البوندولير طويله. وكيف قلت لكم الثمن غيبقى لكم 280 درهم عوض 300 درهم. وندوزو الموديل اخر. ندوز معكم هاد الديزاين البنات اللي تا هو بقى عندنا فيه 3 قطع، في البيج وكاين فيه من غير البيج، كاين الغوز غنوريه لكم، وكاين النوار. هذا البنات غيبقى لكم 280 درهم عوض 300 درهم. قلت لكم نحاول نعطيكم اقل ثمن ممكن، واذا شي حاجه بانت لي اكيد ممكن نقص لكم فيها مازال، علاش لا. هذا الساك زوين بزاف سيرتو بهذا الثمن البنات، ما تفلتوهش. وندوزو لديزاينات اخرين. ندوز معكم البنات لهاد الديزاين الاكثر من رائع، هذا في لا كوليكسيون الاخرى اللي كتجي فيها قبطه وحده. شو وراه فيها ابار هاد السنطه فيها البوندولير الطويله. هذا حتى هو غيبقى لكم 280 درهم، متوفر فيه من غير نوار. كاين عندنا لا كولور فير، وكاين حتى الكراميل. خليكم معايا بيان سور نوريكم الكراميل باش تاخذوا فكره. شوفوا لي لا كولور الرقي، اكيد نعطيكم تفاصيل اكثر على الساك. هانتوما البنات الحله ديال الساك كتجي فيه هنا سنيسله، شو عاد كتجي فيه البوش الكبير هنا بالسنسله، وكاين عندنا هنا سنسله في الخلف. والثمن غيبقى لكم 280 درهم. وندوزو الموديل اخر. ندوز معكم البنات لهذا الموديل، حتى هو ما بقاش عندنا فيه بزاف، بقى فيه ثلاثه ديال الالوان. لا كولور بيج، شوفوا معايا كنحاول نعطيكم تفاصيل اكثر. دو بوش بالطرطقه وبوش بالسنسله، عاد كتجي فيه هذا السان ديال الساك. كيبان لكم هنا واحد الديكغاداج، شوفوا لي باش تعرفوا الكاليتي والديزاين ديال الساك. شوفوا هذا تا هو غيبقى لكم 280 درهم، ومن غير البيج عندنا الكراميل وعندنا النوار.
ديزاين زوين بزاف. ودابا درت لكم فيه ثمن زوين، غير اللي ما بغاتش تقدى دوزوا لديزاين اخر. ندوز معكم لهاد ديزاين البنات اللي حتى هو غيبقى لكم اليوم غير 280 درهم. فيه هاد لا كولور ميلونج هكا بالبيج لورونج والموتار، وعندنا ميلونج بين نوار والبيج فرونسي والبلون كاسي، وعندنا ميلونج شوفوا معايا بالبيج ولي روز. هاد الساك هو اليوم غيبقى لكم غير 280 درهم. نعطيكم تفاصيل اكثر على الساك، هانتوما الحله ديالو. هنا عندنا بوش بالسلسله كبير، وعندنا هنا البوندولير، وكاين عندنا هنا بوش في الخلف بالسلسله. ندوز لاخر ديزاين في الفيديو ديال اليوم، واكيد ما غيكونش اخر فيديو ان شاء الله غدا لا سخر الله وكفاني الوقت. نحط لكم فيديو اخر غندير لكم فيه لي موكاسان اللي متوفرين في المغازان كاملين من البرومو لا كوليكسيون جديده. وتا هي نشوف اي حاجه قدرت نزيد نقص لكم فيها شويه، علاش لا. ندوز معكم لاخر ديزاين، وبالنسبه للسحب حتى هو غنخليه لا فيديو ديال الموكاسان، حيت يلاه حطيت الفيديو البارح للمسابقه باش نخليو الفرصه للناس انهم يشاركوا اكثر. اي وحده باقا ما شاركتش تشارك في الفيديو اللي قبل. والحظ موفق للجميع اكيد. وندوزوا لاخر موديل، اخر ديزاين في لا كوليكسيون ديالنا ديال اليوم. شوفوا لي هذا الساك الاكثر من رائع، شوفوا كيفاش كيجي القبطه ديالو دليد بهذا الديزاين هكا عاد في البوندولير. هذا الساك راه متوفر البنات في اربعه الالوان، كاينه لا كولور بيج، وكاين لا كولور كراميل، وكاين الغوز. ساك واعر بزاف البنات، وكاين فيه النوار. هذا الموديل حتى هو غيبقى لكم 280 درهم عوض 300 درهم. شوفوا لي النوار ديالو. نعطيكم تفاصيل اكثر على الساك، ها نتوما البنات كتجي فيه طرطاقه هنا بوش، وطرطاقه هنا بوش، وبوش هنا الوسط بالسلسله، واكيد راه فيه البوندولير طويله. انا نجبدها لكم، خليكم معايا اكيد. ها نتوما البنات هذه هي البوندولير طويله. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يهزوها كجنب، والناس اللي كتبغي تهزوها كغيبليد، راه اليد ديالو ما شاء الله كتحمق. وتا لهنا اكيد كنكون كملت لكم لا فيديو ديال اليوم. ما تنساوش تخليو لي بزاف ديال لا جيم ولا كومونتير والبارطاج البارطاج البارطاج باش تكبر لاشين. واكيد نديرو لكم عاوتاني مسابقات اكثر، ونجيب لكم سلعه سلعه زوينه اكثر. يلا والبنات بالسلام عليكم كاملين، نتلاقاو ان شاء الله على خير.